أول شيء برج الحمل. حمل السنة دي الـ الكوكب المشتري والكوكب الزهرة داخل لبيته. أقدر أقول لك إن 4 أشهر من الدخول السنة الجديدة بـ 2024 هيبقى ماديا جيد جدا. شهرين هيتعب، يعني 6 5 و6 هيتعب. نعم. لآخر السنة 2024 و2025 هيبقى البرج الحمل ماديا ومعنويا وعنده مناصب وعنده شهرة، فلازم ما يبقى عصبي ولا ياخد قرارات سريعة، لأنه الحمل عصبي جدا، ياخد قرارات لا ياخد قرارات سريعة، ويبقى يفكر قبل ما ياخد قرار، يعني ياخد قرار ويقول بعدين لا ما صيرش. نعم.